وآلام الكتف أصبح كان زمان الناس بتشتكي من آلام الكتف في مراحل عمرية كبيرة، يعني نلاقي الناس الكبار في السن والمقام يبتدوا يشتكوا يقول لك أنا كتفي بينقح عليا، أنا كتفي بيوجعني وهكذا. دلوقتي لاحظنا أو بقى ملاحظ جدا جدا أن كل الأعمار، شباب بنات متوسطين العمر من الرجال والسيدات، أصبحوا بيشكوا من آلام مختلفة من الكتف. فحضرتك كده تزيدنا يعني من التنوير يعني بعد إذنك. هو يعني نسبيا أنا شايف إن في وباء من ازدياد كبير في آلام الكتف، بس علشان الناس تبقى فاهمة وتقدر إن احنا نبقى على مستوى نساعد بعض إن احنا نخف، هرجع خطوة لورا. المولى سبحانه وتعالى لما عمل مفصل الكتف عمل فيه معجزة هندسية جبارة، إن الكورة بتاعت راس المفصل كبيرة جدا على حجم الكوباية اللي بتتحرك فيها. أوكي، ليه المولى عمل كده؟ علشان سبحانه وتعالى ادانا حركة في الكتف ده أوسع بكتير من أي مفصل تاني، مفصل الفخذ أوسع مدى، صح كده، مفصل الكتف فعلا أكتر مدى فيه حركة، مدى واسع جدا جدا من الحركة. فده كان على حساب حجم الكوباية، فأصبح المولى عمل لنا نظامين عشان يحافظوا على استقرار المفصل في مكانه. تمام. وعشان كده حضرتك تسمع عن واحد خلع كتفه، بس ما تسمعش عن واحد خلع فخده. حاجه نادره جدا. خلع الكتف ده حاله مشهوره، حاجه جدا. مشهوره جدا. طيب المشكله في الميكانيزم الاساسي هو عباره عن اربع عضلات بنسميه المحفظه المستديره، بتحافظ على المفصل في مكانه. تمام. المحفظه دي مكونه من اربع عضلات مرصوصه حوالين الراس مباشره، الأربع عضلات دول محوطينها، دول مش محركات، دول مثبتات. مثبتات للرأس دي. للرأس في مكانها. بتقاوم، بتخلي الحركة في المفصل دائرية وليس فيها حركة الأمام والوراء والخلف. صح. يعني إيه يا فندم؟ أنا لما أجي أهزر مع واحد صاحبي وأضرب بوكس وكتفي بيتحرك لقدام، الكتف عايز يخلع لقدام، عايز يتحرك لقدام سنة صغيرة، فالعضلة القدمانية العضلة بتثبته. لما البوكس ده يلبس في المواطن الشريف، أيوه، هيبقى عايز يدط لورا الكتف، العضلة الخلفية بتسنده عشان ما يتحركش كتف عشان لورا. ما يتحركش لورا. تمام. بقى عندنا حاجتين مكترين قوي الموضوع ده. أول حاجة الحمد لله الناس بقت بتعيش فترات أطول بصحة أحسن بنشاط أكتر، فابتدت المشكلة تظهر. أيوه. زمان انا عيلتي مثلا ما كانش حد فيها بيوصل لسن المعاش، ما كانش حد بيوصل لسن 60 اساسا. دلوقتي متوسط الاعمار بيعلى من التمانينات ربنا يديم جميع العمر يا رب والصحه. والناس الحمد لله بقت في ناس كتير قوي قوي في السبعينات وفي الثمانينات فيزيكلي اكتف، بيتحركوا بنشاط وبحركه وبيدخلوا وبيخرجوا وبيعملوا وبيسندوا اولادهم واحفادهم وبيعملوا كل كل حاجه. فمع ازدياد مع الزمن بيتكون بعض الزوايد العظمية اللي بتضيق المجرى بتاعت الأوتار دي شوية. تمام. فتيجي حمل أكتر من احنا متعودين عليه، وقعة ممكن، شنطة تقيلة شيلها تقيلة بالظبط، تخلي نقل حاجة أو زق حاجة. الحاجة دي مشهورة قوي في التلاجة، في البيوت عندنا يعني، يقول لك دي أصلها كانت ورا البوفيه فأنا زقيته البوفيه. ده كانت متخيلة عندها 18 سنة كانت بتزق البوفيه، بس عند 80 سنة مش المفروض تزق البوفيه. مش المفروض يا حاجة تزق البوفيه. فاللو ده يخلي الكتف يتعرض لضغط، العضلات المستديرة دي ما تقدرش تتحكم فيه. فالكتف يتحرك من مكانه شوية فيعصر او يعور واحد من الاوتار دي وهو في النفق بتاعه. يعصره بين عظمتين فيتعور. تمام. فالتعويره دي ممكن تكون قطع وممكن مجرد انها احتكاك او التهاب، يعمل نفس الغشاء الصينوفي اللي اتكلمنا عليه بتاع القميص ده قبل كده، ان هو يعمل الغشاء الصينوفي ده يورم، يتحول من كيس نايلون سندوتشات املس وشفاف وناعم الى ملايه سيريو. ايوه، خشنه وتخينه واخده مساحه ومزوده الاحتكاك بالظبط. ف
فيبقى في احتكاك مزمن في الأوتار.